بدأت هذه القصة في غابة بعيدة عن صخب المدينة. هناك عاشت الحيوانات في سلام مع الطبيعة، ويلعب فيما بينهم هو الصقار. يعيش بالقرب من الغابة، وهذه الحيوانات أصدقاؤه. كل يوم يجد حيوانات مصابة، ضحايا الطبيعة القاسية للبشرية، وكل يوم كان يساعدهم على الوقوف على أقدامهم مرة أخرى. جميعهم سيغادرون لكنهم سيعودون. بالنسبة إلى الصقار، الحيوانات مخلوقات رشيقة، بمرور الوقت وثقوا به تماما كما وثق بهم، أصبحوا أصدقاء وحلفاء وشركاء للصقار. للحظة اعتقد أن هذا كل ما يحتاجه، لكن في أعماقه كان يعلم أن حياته كانت متجهة إلى شيء أكبر.